ما زلنا مع حضراتكم في محافظة المنيا، حيث نظم التحالف الوطني ممثلا في بنك الشفاء المصري فاعلية جديدة ضمن مبادرة إيد واحدة لتنفيذ عمليات جراحية في العيون لأهالينا الأولى بالرعاية في عروس الصعيد. نروح نشوف هذا التقرير مشاهدينا ونرجع لحضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا. أهالينا الطيبين، الصورة اللي بتبين قد إيه المعاناة صعبة خاصة في أمراض العيون، منهم اللي بيعاني من المية البيضاء ومنهم كمان اللي عنده زفرة وأمراض كتير، حالتهم المادية صعبة، لكن التحالف الوطني ما سابهمش، وصل ليهم من خلال بنك الشفاء اللي بيقدم قوافله الطبية في كل المحافظات منها عروس الصعيد محافظة المنيا. النهارده معانا الدفعة الثالثة من ناتج العمليات، معانا عمليات مية بيضاء وعمليات زفرة وعمليات حقن وعمليات مختلفة وحول وكذا نوع من العمليات اللي بتتم في تخصص العيون بس، كل حالة بيجي هنا في المستشفى يتعاد فحصه من أول وجديد تاني عشان نتأكد من الكشف المبدئي اللي تم في القافلة. النهارده عندنا 48 عملية بيبدأوا يعملوا أبحاث اجتماعية عشان نتأكد إن الحالة مستحقة، عشان طبعا الخدمة المقدمة كلها مجانا، سواء عمليات سواء علاج سواء حتى أثناء القافلة الحالات اللي محتاجة نظارات بنقدم لها الخدمة على أكمل وجه. تكلفة العملية في العين صعبة، علشان كده شفنا بنك الشفاء المصري بيحقق أمنية أهالينا في يوم ما كانوش مصدقين ولا متوقعين إنهم يشوفوه، يوم بالنسبة لهم كان يوم عيد. بنك الشفاء عمل لنا عمليات حلوه، والدكاتره اللي احنا شفناها دي دكاتره طيبه. ما كنتش انا اتوقع ان هم هيشيعونا، لكن لله الحمد والشكر شيعونا وعملناها. عملوا اشعاعات وعملوا تحاليل وجنبوا اللازم، وحوالي دلوقتي انا مستني العمليه. رايحين في كل حاجه، في الاجراءات والرمح والورق وكل حاجه، ما تعبوناش في حاجه ابدا. انا سعيد بالتحالف الوطني ان بيساعد الناس بيعملوا العمليات مجاني من دون اي حاجه. مبادره ايد واحده، مبادره لمت مؤسسات التحالف الوطني على فعل الخير وتحسين مستوى معيشه كل مواطن في مصر، مبادره واقعيه والصوره بتاكد، وفي كل مكان هنشوف خطوة خيرية جديدة بيقدمها كيان الخير، كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.